أشاد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية سعادة السيد علي بن محمد الرميحي بالمواقف التاريخية المشهودة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في توطيد الأخوة الخليجية وتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن الإسلامي. وأكد وزير شؤون الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية الشقيقة أن هذه المناسبة التاريخية عزيزة وغالية على قلب كل مواطن بحريني، اعتزازا بالعلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة والمستويات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين، وما يجمع البلدين من تاريخ مشترك ووحدة الدين والدم واللغة والثقافة والتقاليد والمصير. ونوى الرميحي إلى تقدير مملكة البحرين والشعوب الخليجية والعربية والإسلامية للمكانة الروحية للمملكة العربية السعودية في قلب العالم العربي والإسلامي وثقتها في قراراتها الحازمة بفضل القيادة الحكيمة والواعية لخادم الحرمين الشريفين بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تصب في صالح خدمة الإسلام والمسلمين. وأضاف أن مملكة البحرين وجنودها البواسل في خندق واحد مع المملكة العربية السعودية في قيادتها الحازمة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وغيرها من الجهود والمبادرات الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.